السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكر الإخوة المتتبعين للقناة، كنوفيكم بالجديد إن شاء الله. يعني كنقدم لكم أنواع أشجار الزيتون، يعني تقريبا واحد 13 نوع ديال أشجار الزيتون، من بينهم المنارة والحوزية وبيشولي المغربية وبيشولي لونغ دوك. يعني وبيشولي لونغ دوك راه جوج أنواع، يعني كاين مغربي وكاين كاين اللي غير ذلك اللي مغربياش. يعني كنقدموا لكم اربوسانا واربيكوين اللي هما من اصل اسباني. يعني كنقدموا لكم الزراعه المكثفه في اشجار الزيتون كرونيكي، يعني من اشجار مكثفه اللي هي من اصل ايطالي، واربوسانا واربيكوين يعني حتى هما زراعه مكثفه من اصل اسباني. يعني كاينه الذهبيه وبيشولين، وكاينه التونسيه ام سلاله، وكاينه المناره والحوزيه، وكاينه بيشولين لونك دوك، كاينه مغريفي وكاينه ايرباسي، هادو من اصل فرنسي. يعني كنقدموا لكم مانسيلا، وكاينه بيكويل اسبانيه، وكاينه الداليا. يعني هادو 13 نوع ديال اشجار الزيتون كلها موجوده ان شاء الله في عطويه. الاخوان اللي كتخصوا النقله ديال الزيتون نخليو لكم رقم الهاتف، وهاد اشجار الزيتون يعني قانونيه، يعني تحت المراقبه ديال لونسا. يعني زيتون ديتي لاربيكوين ديتي مثلا هاد الفرنسيه لونك دوك، يعني اللي ديتيها هي، ماشي بحال بعد السوق ولا السيد ما عارفش النقله وكيبيع لك، كيقول لك انا كنبيع لك النقله ديال مناره مثلا الحوزيه، وهو بايع لك نوع اخر. المهم الرقم نخليه لكم في الشاشه ديال الفيديو، واللي كتخصو النقله يعني بالوراق قانونيا كنبغي يدير الدعم ياخذ البون ديالو، ونطلبوا التيسير للجميع والتوفيق لكل من اراد زراعه الزيتون والعنايه بها. وكنشكروا جميع الاخوان المتتبعين للقناه، ودائما وفيكم الجديد. شكرا شكرا، السلام عليكم. حيت انا الوقيت اللي كرونيكي، هذه كرونيكي. كرونيكي هذه لاربيكوين، هذه بيشولين ماروكان، بيشولين المغربيه الاسم ديالها، هذه الحوزيه ديال الحوزيه. ونشوف الورقه كي داير. الورقه ديالها صفر شويه يا اختي. وهذه المناره انا درت لهم هذوك شويه، انا درت لهم هذوك باش نعلمهم باش ما يتودروش ليا، كنا درت لها هذيك المناره باش ملي نزرعهم نبقى عاقل عليهم. هنا باش المناره هي هذه، هذه الحوزيه هي هذه الحوزيه، هذه بيشولي المغربيه ماروكان، هذه كرونيكي ياك، كرونيكي ديال الطاليان، هذه كرونيكي ايطاليه، هذه هي، وهذه ماركه اسبانيوليه، هذه اسبانيولي لاربيكوين، هي فيها الحبه نيت هنا ديالها. شتي هذه، هاهي قالت سنو، هاهي دايره الحبات، طاحت لي الحبه ديالها، هي هذه الشانطيه ديال لاربيكوين، بانها راه مذوقه، وهي فواحد السن صغير بزاف، يعني كتعدى 60 سنتيم الطول ديالها، 60 سنتيم تقريبا ياك. وهذا راه اسم بحال جديد شويه، كرونيك جديده شويه، هاد المقلاع جديده، هاد كرونيك يعني سامع بها انا، ولكن غير متداول هذه، ولكن خاصه باقا خاصه واحد شهور تبقى عند السيد في المشتل، باش المشتل ديالك توقف. الزراعه المكثفه هي اللي
شكرا لك. اللي قال لي قال لي زراعه مكتفه مكتفه هي الاربي كوين وهذه كرونيك والاخرى اربو صانتين مكتفه. الاربو صانتين مكتفه مكتفه. يا المشاهدين نوضح لهم باش يفرزوا ما بين النقله والنقله ما بين اشجار ديال انواع ديال الزيتون، راه كاين واحد العدد واحد 13 نوع هذه اللي تعرفنا عليها درك، يعني تعرفنا عليها بكامل المعرفه يعني. المهم الاسماء ديالها هي كاينه الذهبيه وكاينه التونسيه، وكتسمى التونسيه كتسمى بسلالانيت، كاينه بشولي المغربيه، كاينه المناره الحوزيه، داك لونك دوك، هذيك بيشولي لونك دوك فيها جوج انواع يعني مغربي وغير غير غير مغربي، هما من اصل فرنسي. كاينه الزراعه المكتفه هي كرونيك، هي هذه نيت اللي كنوضحوا لكم. كاينه وكاينه اربوسانا ما عندناش النقله ديالها هنايا، وكاينه لاربي كوين، كاينه لاربي كوين هي هذه هي كيف تشوفوا، وكاين ثاني انواع اخرين، كاين انواع اخرين بحال مانزاريلا مانزاريلا، وكاين بيكويل، وكاين الدالي، ولكن الدالي مازال ما عنديش عليها واحد المعرفه كثيره ان شاء الله، من اصل اسبانيا. لا هذا بيكويل عندناش عليها معلومات. المهم مازال ما عندناش عليها معلومات، يعني جديده الاسم ديالها باقا غير موجوده. المهم باقا ما مزودوش يعني، يلا قلت يلا شي 2000 شجره تقريبا، شي 2000 شجره اللي كاينه فيها موجوده دروك. والاخوان المشاهدين اللي خاصو اشجار الزيتون الانواع، يعني هذه 13 نوع اللي هي دروك اللي تعرفنا عليها كلها كاينه موجوده في مشتل، اللي ما فيهاش الكثره، اللي ما فيهاش 60000 و70000 فيها 2000 شجره، بعدا بالقليله 2000 شجره من 13 نوع من اشجار الزيتون. السلام عليكم.